إله مع الله؟ أإله مع الله؟ كنت في زيارة لأمريكا، أنا غيرت الموضوع الذي أعددته لكم. كنت في زيارة لأمريكا وطلب مني إخوانكم أن أذهب لألقي محاضرة في جامعة من الجامعات، فقلت سمعا وطاعة. قال يا شيخ محمد، رئيس الجامعة البروفيسور فلان لا يعترف بوجود إله، لا يقر بأن للكون إلها، ممكن تتكلم معاه؟ قلت اتكلم مع أبوه. أيوة اتكلم معاه وأذكره. فدخلت وبدأت الحوار، أنا أخذت أنا زمام المبادرة وقلت له أنا أتعجب غاية العجب وأستغرب غاية الاستغراب وأستنكر. حين دخلت إلى هذا المكان لم أكن أرى هذا المبنى ولم أكن أرى هذه الفصول والمدرجات، وفجأة في ثواني معدودات تطايرت اللبنات وبني هذا البنيان. أفتش خلف كل لبنة لأجد من يصنع هذا البناء فلا أجد، وفجأة وجدت هذه المدرجات تبنى وتشيد بهذا الإعداد، وهذه الأدراج وهذه المكاتب تهيأ بهذا الشكل المبدع. أفتش وأدقق النظر لأرى من يصنع هذا فلا أجد. وإذ بالرجل ينظر إلي وينظر إلى من معي، ثم قال لهم: هذا هو شيخكم؟ قالوا نعم. قال: هذا مجنون، هذا ليس عاقلا. فالتقطت أنا وقلت: هذا ما أبغي، لماذا؟ قال: يا رجل، أي عقل تتحدث به؟ تبنى الجامعة في لحظة دون أن يبنيها العمال والمهندسون، وتشيد هذه المدرجات دون أن يشيدها العمال والمهندسون، كيف ذلك؟ قلت: تنكر ذلك؟ قال: نعم أنكر ذلك غاية الإنكار. كيف تبنى هذه الجامعة بدون بناء وبدون مهندسين ومعدين؟ قلت: إن كنت لا تؤمن بذلك فكيف تنكر أن